الأهلي المصري تفوق على ريال مدريد وبرشلونة في تتويجه بلقب النادي الأكثر حصولا على البطولات في العالم. كتير من الناس بتعتبر الفرق الأوروبية هي من تتربع على عرش تتويج بالبطولات، لكن لو قرأنا تاريخ البطولات في العالم كله هنلاقي ان في فرق تانية كتير بتتنافس معهم على نفس اللقب. ولو بصينا لعنوان أنجح الأندية في العالم هنلاقي أذهاننا بتروح للأندية الأوروبية المعروفة: ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، ليفربول، وبايرن ميونخ. ودول اللي معروفين بتاريخهم المليء بالكثير من الانجازات والبطولات. ولكن لو بصينا للعالم كله علشان نقيم الفرق الاكثر نجاحا وحصدا للبطولات، هل تعتقد ان الهيمنه هتكون لصالح الفرق الاوروبيه فقط؟ في الحقيقه جميع الفرق الكبيره اللي ذكرناها لم تستطع حجز مكان في المراكز الخمسه الاولى من اكثر الفرق تتويجا بالبطولات في العالم. تخيل ولو حصرنا اول خمس مراكز هنلاقيهم كالاتي: وفي المركز الخامس فريق سيلتيك الاسكتلندي اللي بيمتلك 106 بطوله، وعلى الرغم من سيطرته على كره القدم في اسكتلندا الا انه ليس انجح الفرق في تاريخ اسكتلندا. اما في المركز الرابع بيجي الفريق الاوروغواياني اتلتيكو بينيارول برصيد 108 بطوله. الفريق ده اللي بيعتبر تاني اكتر الفرق نجاحا في الاوروغواي لانه لم يغادر دوري الدرجه الاولى منذ تاسيسه سنه 1909، واستطاع حصد 50 بطوله للدوري بالاضافه الى حجز 5 بطولات من كاس الكوبا ليبرتادوريس. اما في المركز الثالث بيجي فريق ناسيونال، الفريق الاكثر نجاحا في اوروغواي، وبيتفوق على نادي بينيارول بعدد بطولاته، وفاز كبير الأوروغواي ببطولة الدوري 46 مرة، وبيمتلك 3 ألقاب من كأس كوبا ليبرتادوريس إلى جانب البطولات اللي حققها في الكأس المحلي واللي خليته يتقدم على نادي بينيارول ويحتل المركز الثالث للفرق الأكثر حصولا على البطولات برصيد 114 بطولة. أما في المركز الثاني بيجي فريق رينجرز الأسكتلندي، ويعتبر ده الفريق الأكثر نجاحا في اسكتلندا واللي بيمتلك رقم قياسي في عدد بطولات الدوري الأسكتلندي برصيد 64 بطولة، وكمان قدر يتوج بكأس الكؤوس الأوروبية في موسم 71-72. وبالرغم من ابتعاد فريق رينجرز عن بطولة الدوري موسم 2010-2011 إلا أنه يزال هو الفريق الأكثر حصولا على البطولات في اسكتلندا برصيد 116 بطولة. أما في المركز الأول وينفرد ب 150 بطولة الفريق اللي تأسس عام 1907 واستطاع الهيمنة على القارة السمراء منذ تأسيسه، ومن بين البطولات الكتيرة اللي حققها أن توج بلقب الدوري 43 مرة، واستطاع حصد بطولة كأس مصر 39 مرة و14 بطولة في السوبر المصري بالإضافة إلى بطولاته الأفريقية واللي كان من بينها 12 بطولة دوري أبطال أفريقيا و8 كؤوس للسوبر الأفريقي وبطولة واحدة من كأس الكونفدرالية. أما عن ريال مدريد فبيجي في المركز السادس برصيد 106 بطولة. ولكن دلوقتي شاركنا وقول لنا نادي برشلونة ومانشستر سيتي وباريس وإيسي ميلان وبنفيكا، كل فريق منهم عندهم كام بطولة؟